عقيدة قبطية أرثوذكسية عن طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد إله صريع روحية وناسوتية، في طبيعة واحدة مش اتنين، إله كامل إنسان كامل يوم واحد متحدين ضد الاختراق ولا تغيير، ما انفصلوش ولا طرف تعيين، إرادة ومشيئة واحدة لخلاص كل المؤمنين. عقيدة قبطية أرثوذكسية عن طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد دايما صريع. الله من سماء شاف العذراء بظهرها، أرسل ابنه الوحيد جه واتجسد منها، ولد العذراء أم القدوس أم الله ثيوتوكوس، من دين الله الكلمة مخلص كل النفوس. عقيدة قبطية أرثوذكسية عن طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد دايما صريع. إله كامل يشفي ويحيي ويقدر لك لما تقول إنسان كامل يجوك أعمى عيون، إنسان كامل ينوي جوا ويبقلم وعنا يموت، تلات أيام جوا الأب وبقوة لاهوته يقوم. عقيدة قبطية أرثوذكسية عن طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد دايما صريح. عقيدة قبطية أرثوذكسية عن طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد دايما صريح. كان معاكم أبو نوب عزت بكرية عزت في الصف الخامس الابتدائي.